ما تيجي نبص بقى على الخيار كده، نصفيه كويس من ميه. القرمشه مع الخل مع السكر اللي جاي من بعيد، لا خيار مخلل يا جماعه. يا صباح الفل والعظمه، النهارده هنعمل مع بعض حاجه دايما بنحبها. هنعمل ايه؟ هنعمل نوعين من مخلل الخيار. هنعمل نوع بيقعد مده طويله اول ما ياكله، وهنعمل نوع تاني سريع اللي بنحطه على الساندوتش. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. معانا بقى عباره عن ايه؟ ميه وخل وملح وسكر، ومحدش يستغرب من السكر، وتوم وكمون وكزبره ونعناع وكرفس، واخيرا البطل بتاعنا الخيار. في حلتين على النار بقى هنفضي الميه بتاعتنا. الحلتين تقريبا هيبقوا زي بعض في كل حاجه ما عدا في مكون واحد اللي هو الكمون. في حله يتحط فيها كمون وحله مش هيتحط فيها كمون. الحله بتاعت الخيار السريع او الخيار اللي بنحطه في الساندوتش مش هنحط فيها كمون. يلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه بقى هنجيب التوم، مش هنعمل فيه اي حاجه غير احنا نعمله كده كراشد، نضغط عليه بس. كل حله هنديها 3 فصوص توم. ننزل بقى بالتوم في دي وفي دي. لكل لتر ونص ميه هندي 4 معالق ملح كبار. هنحط هنا 4 معالق، ونحط في الحله الكبيره برضو 4 معالق. ودي من عندنا كده يا جدعان. وبرده في كل حله معلقه الا ربع من السكر. حد يقول لي هو المخلل بيتحط له سكر؟ اه، هنا هنحط سكر عشان حاجه. عارفين القرمشه بتاع الخيار شك شك اللي هي الحركه دي؟ دي بتيجي من السكر. السكر بيحافظ على قوام الخيار عموما، على قوام المخلات والمملحات عموما. يعني مثلا لما بنيجي نعمل سان دراي توميتو بنحط عليها سكر وملح. الملح عشان يخرج الميه، والسكر برده بيخرج الميه، بس بيحافظ على الشيب، بيحافظ على الشكل والطعم. وفي حلة بقى الخيار اللي هنعمله سليم هنحط معلقة من الكزبرة، وفي حلة الخيار اللي هنعمله سريع هنحط ربع معلقة كبيرة من الكزبرة. نحط بقى معلقة كبيرة من الكمون في الحلة اللي هنعمل فيها الخيار السليم. نقلب بقى كل المكونات دي عشان يبقى محلول يقدر يتشربه المخلل. بعد ما قلبنا المحلول ودوبنا فيه كل الحاجات المفروض تدوب، هنحط بقى الخل. في الحلة دي هنحط فنجان ونص خل، وفي الحله بتاعت الخيار السريع هنحط فنجانين من الخل. هنحط فلفل حامي، ما تقلقوش طعمه مش هيبقى باين قوي ان هو حامي. هنقطع كده تقطيعه عشوائيه غير منتظمه. بعد كده نحط الفلفل بتاعنا في المحلول. بعد كده وعودين كرفس في الحله دي، وعودين كرفس في الحله دي. استخدموا الكرفس البلدي العادي بتاعنا خالص، وعود نعناع بقى في الحله بتاعت المخلل الخيار الطويل. نركز بقى عشان احنا كده دخلنا في الجد. هنشتغل على نوعين الخيار دلوقتي، هنفصل بينهم. اول حاجه هنشتغل على الخيار السليم اللي نقدر ناكله بعد اسبوع ويفضل عايش معايا مده طويله. هعمل ايه؟ نص معلقه من الملح، واحطها في برطمان كان مغسول ومعقم، يفضل يكون ازاز يا جماعه، وطرف معلقه صغير من السكر، واقوم عامل كده واسيبهم راسين تحت. بعد كده هجيب الخيار بتاعي زي ما هو وهديله خرمين بوصات كده بس، وابتدي ارصه في البرطمان بتاعي ونكمل. نحاول نخلي احجام الخيار كلها واحده عشان ما يبقاش في واحده استوت وواحده ما استوتش. بعد ما رصينا الخيار بتاعنا بعد ما خرمناه هنعمل ايه؟ عودين نعناع على الوش كده، وعودين كرفس. نبتدي بقى ناخد ايه المحلول بتاعنا اللي كان فيه الكمون ونحطه على الخيار. خلاص ملينا البرطمان بتاعنا من ميه، الميه المحلول اللي احنا عاملينه. لازم نتاكد ان الخيار بتاعنا مغمور بالميه. هناخد البرطمان ده كده ونركنه لحد ما يبرد خالص، ونقفله ونشيله. نفتح عليه بعد 4 ايام. المخلل ده يقعد معانا قد ايه؟ يقدر يقعد معانا اسبوعين 3 اسابيع. نبتدي بقى نخلص خيارنا السريع. هنعمل ايه؟ هنقطع الخيار بالسمك اللي احنا عايزينه. عايزينه تخين، رفيع، متوسط، زي ما تحب. وانا هنا عامله متوسط، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي. انزل بقى بالخيار بتاعنا. وهعمل كالتالي، هعمل ايه؟ 1 2 3
لحد 10، بعد كده اسيبه يغلي غلوه واطفي النار. خلاص عدينا ال10، وبعد كده قلبت معايا وخدت غلوه. بص اللون غير ازاي، هنطفي عليها النار ونبتدي نعبيها في البرطمان. يلا جدا نغرف البرطمان بتاعنا. هناخد بقى شوية محلول ونحطه على الخيار بتاعنا عشان لما نيجي نشيله في التلاجة يفضل في السوائل بتاعته. على فكرة الخيار كده جاهز بنسبة 100%، يعني أنا أقدر أكل منه دلوقتي، بس هو سخن فأنا مش هقدر أكله دلوقتي، يبرد شوية وناكله. كده الخيار نقدر نستخدمه حالا، ونقدر كمان نحتفظ بيه لمدة أسبوع في البرطمان بتاعه جوه التلاجة أو براها عادي. وبكده نكون خلصنا مخلل الخيار بطريقتين، طريقة سريعة والطريقة اللي تقعد معنا مدة طويلة، أو نقدر نقول عليها الطريقة البطيئة اللي بتقعد معنا مدة طويلة. أتمنى تجربوهم ويا رب تعجبكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.